بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات تعليم عن بعد الاقتصاد المطور، طلاب المستوى الرابع لمقرر مدخل الاقتصاد الإسلامي، أهلا بكم في لقاء حي جديد من لقاءاتنا الحية لهذا المقرر، وهو اللقاء 13 ويكون آخر لقاء إن شاء الله في هذا المقرر، وهو استكمال للمراجعة في المقرر بتاعنا. خلينا الأول، كنت بعت لكم تكليف ذاتي ثالث، خلينا نحله سريعا، كان 5 أسئلة، خلينا نحله سريعا كده عشان الناس تبقى عارفة الإجابة الصحيحة، وبعد كده نستكمل المراجعة بتاعتنا. وزي ما تعودنا إن احنا بنأكد على الصوت، إن الصوت واضح، الصوت واضح يا شباب. الصوت واضح. طيب ما تصحوا بقى. الصوت واضح. وبناء على ان الصوت واضح، خلينا نبدأ مع التكليف الذاتي الثالث، ونبتدي نقول الأسئلة اللي كانت موجودة فيه. التكليف الذاتي الثالث كان 5 أسئلة، وأول سؤال كنت بقول لكم فيه: صح أم خطأ يعتبر الميراث من أدوات إعادة التوزيع للدخول والثروات في الاقتصاد الإسلامي؟ العبارة الكلام ده صحيح. الإجابة عبارة صحيحة. العبارة صحيحة. السؤال الثاني كنت بقول فيه: من أقسام بيت مال المسلمين، اختيار متعدد، من أقسام بيت مال المسلمين، الإجابة الصحيحة هي بيت مال الضوائع. بيت مال الضوائع. السؤال الثالث، السؤال الثالث يا شباب، كنت بقول لكم فيه: من أمثلة النفقات الغير مخصصة في المجالات الاقتصادية، من أمثلة النفقات الغير مخصصة في المجالات الاقتصادية، ألف يعني الإجابة الصحيحة هي جميع ما ذكر، هي جميع ما ذكر، إنشاء صناديق التنمية وإقامة مشروعات البنية الأساسية ومراقبة الأسواق، جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة هي جميع ما ذكر، جميع ما ذكر هي الإجابة الصحيحة. نشوف السؤال الرابع. السؤال الرابع كنت بقول لكم: صح أم خطأ، صح أم خطأ، السؤال الرابع صح أم خطأ، من الآثار الإيجابية للتعامل بالربا المديونية؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ العبارة صحيحة ولا خاطئة؟ طبعا العبارة خطأ، العبارة خطأ، العبارة يا جماعة خطأ، لأن من الآثار السلبية مش الآثار الإيجابية، لأن مفيش آثار إيجابية يعني للتعامل بالربا. السؤال الخامس والأخير في التكليف الذاتي، اختيار متعدد، كنت أقول لكم فيه: ما تفرضه الدولة من أجر مقابل الانتفاع بالأرض الزراعية هو تعريف، ما تفرضه الدولة من أجر مقابل الانتفاع بالأرض الزراعية هو تعريف. الإجابة الصحيحة هي الخراج، الخراج هي الإجابة الصحيحة، الخراج. وبكده يكون انتهى التكليف الذاتي اللي كنت أرسلته لكم، وعرفت الإجابة الصحيحة لي. خلينا نستكمل مراجعتنا في شكل أسئلة، إما صح وخطأ، وإما اختيار من متعدد. نقول سؤال، نقول سؤال اختيار من متعدد: النهي عن بيوع الغرر والجهالة في السوق هي البيوع التي تتصف ب: ألف الخداع، ت عدم اليقين، ج ألف زائد باء، د لا شيء مما ذكر. الإجابة الصحيحة هي ج ألف زائد باء. سؤال آخر شباب، اختيار متعدد أيضا: بيع السلع قبل اكتمال حيازتها أو حيازتها من بيوع الغرر، ب الخداع، ج الجهالة، د جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة هي الإجابة الصحيحة جميع ما ذكر أو جميع ما سبق. سؤال آخر يا شباب، اختيار متعدد:
من فوائد النهي عن تلقي الوافدين أو الركبان الذين يقدمون على السوق من خارجه من فوائد النهي عن تلقي الوافدين أو الركبان الذين يقدمون على السوق من خارجه ألف تحقيق العدل، ب عدم الظلم، د استقرار السوق ورواجها، د جميع ما ذكر، د جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة هي د جميع ما ذكر. سؤال آخر شباب، اختيار متعدد. من أمثلة تحريم التدخل غير المشروع في الأسواق أو في السوق، من أمثلة تحريم التدخل غير المشروع في السوق، ألف النهي عن النجش، ب عدم جواز صوم الرجل على صوم أخيه، ج تحريم الاحتكار، د جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة هي د جميع ما ذكر. سؤال صح أم خطأ؟ النجش هو تعمد الزيادة في سعر السلعة ممن يريد شراؤها. العبارة مش اختيار متعدد هنا، دي صح أم خطأ؟ صح أم خطأ؟ النجش هو تعمد الزيادة في سعر السلعة ممن يريد شراؤها. العبارة خطأ. سؤال آخر شباب، سؤال آخر صح أم خطأ؟ الاحتكار هو تدخل بائع أو أكثر من أجل خفض سعر السلعة في السوق بقصد تحقيق المصلحة للمستهلكين. العبارة خطأ. سؤال آخر اختيار متعدد، كل مما يلي من الآثار السلبية للاحتكار ما عدا، كل مما يلي من الآثار السلبية للاحتكار ما عدا، ألف انخفاض المستوى العام للأسعار، ب اختفاء السلع ونقص المعروض منها، ج انخفاض الدخل الحقيقي للأفراد، د انتشار الرشوة والمحاباة وغيره. الإجابة الصحيحة هي ألف انخفاض المستوى العام للأسعار. سؤال آخر يا شباب اختيار متعدد، الالتزام بالضوابط الأخلاقية في السوق يؤدي إلى، الالتزام بالضوابط الأخلاقية في السوق يؤدي إلى، ألف انخفاض كفاءة السوق، ب تنمية الموارد، ج انخفاض الأرباح، د لا شيء مما ذكر. يا شباب الإجابة الصحيحة هي رقم باء تنمية الموارد. سؤال صح أم خطأ، للسلعة قيمتان، قيمة استعمال وقيمة استبدال، وتزداد قيمة السلعة كلما كانت السلعة كمالية. العبارة نقول السؤال تاني، للسلعة قيمتان، قيمة استعمال وقيمة استبدال، وتزداد قيمة السلعة، قيمة استعمال السلعة كلما كانت السلعة كمالية. العبارة خطأ. كلما كانت السلعة ضرورية هو التصحيح من العبارة. طيب سؤال آخر شباب، سؤال آخر اختيار من متعدد أو صح وخطأ، سؤال صح وخطأ، تستخدم النقود كوسيلة لتقدير قيمة الاستبدال للسلع، صح أم خطأ؟ تستخدم النقود كوسيلة لتقدير قيمة الاستبدال للسلع. العبارة صحيحة. سؤال آخر يا شباب اختيار من متعدد، من أحدث النظريات الاقتصادية الغربية التي حاولت تفسير القيمة التبادلية للسلع، ألف
نظرية الطلب والعرض، ب نظرية العمل، ج نظرية المنفعة الحدية، د نظرية المنفعة الكلية. الإجابة الصحيحة هي ألف نظرية الطلب والعرض. سؤال آخر. القيمة التبادلية للسلعة في نظرية العمل تتوقف على القيمة التبادلية للسلعة في نظرية العمل تتوقف على ألف كمية العمل المبذول في إنتاج السلعة، ب الطلب، ج الوقت اللازم لإعداد السلعة وعرضها في السوق، د ألف زائد ج. الإجابة الصحيحة هي الناس نايمة ولا إيه؟ مفيش حد يعني. الإجابة الصحيحة هي د ألف زائد ج. سؤال آخر للشباب، اختيار من المتعدد. المنفعة الحدية للسلعة هي ألف منفعة الوحدة الأولى من وحدات السلعة المستهلكة، ب منفعة الوحدة الثانية من وحدات السلعة المستهلكة، ج منفعة الوحدة الأخيرة من وحدات السلعة المستهلكة، د لا شيء مما ذكر. الإجابة الصحيحة هي ج منفعة الوحدة الأخيرة من السلعة المستهلكة. سؤال آخر شباب، تعد امتدادا لنظرية العمل هي ألف نظرية تكلفة الإنتاج، ب نظرية المنفعة الحدية، ج نظرية المنفعة الكلية، د نظرية الطلب والعرض. الإجابة الصحيحة هي ألف نظرية تكلفة الإنتاج. سؤال صح أم خطأ. الفقهاء متفقون على جواز التسعير في الأحوال الطبيعية، صح أم خطأ؟ الفقهاء متفقون على جواز التسعير في الأحوال الطبيعية. العبارة خطأ. سؤال اختيار من المتعدد. يعني هكون يعني بطيء اكتر من كده، مش هينفع. سؤال اخر اختيار من المتعدد. كل مما يلي من الحالات الخاصة والطارئة التي يتم التدخل من ولي الامر بالتسعير ما عدا ألف استخدامه كحل أخير، ب استخدامه حتى تعود الأسعار إلى حالتها الطبيعية، ج أن يحقق التسعير العدل بين الطرفين، د استخدام التسعير في الظروف الطبيعية. الإجابة الصحيحة هي د استخدام التسعير في الظروف الطبيعية. سؤال آخر يا شباب، اختيار متعدد. تدخل الدولة أو الحكومة بالتسعير في الظروف الطبيعية يؤدي إلى الآثار الاقتصادية التالية. ألف تزايد التكاليف المالية والإدارية، ب ظهور السوق السوداء، ج ارتفاع مستوى الجودة، د ألف زائد باء. الإجابة الصحيحة هي د ألف زائد باء. سؤال صح أم خطأ. التسعير يؤدي لانخفاض وتدني كفاءة الاقتصاد في تخصيص الموارد، صح أم خطأ؟ التسعير يؤدي لانخفاض وتدني كفاءة الاقتصاد في تخصيص الموارد، صح. عبارة صحيحة. سؤال آخر،
مرحلة توزيع ما قبل الإنتاج تعرف ب. مرحلة توزيع ما قبل الإنتاج تعرف ب. ألف التوزيع الوظيفي، ب التوزيع الشخصي، ج التوزيع العادل، د التوزيع العشوائي. الإجابة الصحيحة هي ب التوزيع الشخصي. سؤال آخر، مرحلة توزيع الدخول على عناصر الإنتاج تسمى مرحلة. مرحلة توزيع الدخول على عناصر الإنتاج تسمى مرحلة. ألف التوزيع الشخصي، ب توزيع مصادر الثروة، ج التوزيع العشوائي، د التوزيع الوظيفي. الإجابة الصحيحة هي د التوزيع الوظيفي. سؤال آخر يا شباب، صح أم خطأ؟ يقسم الاقتصاد الإسلامي مصادر الثروة إلى قسمين، قسم يجري عليه التملك الفردي، وقسم ثاني يخضع لإدارة الدولة أو ملكيتها العامة. العبارة صحيحة. العبارة صحيحة. سؤال آخر شباب، اختيار متعدد. من العناصر الإنتاجية التي تستحق الأجر كعائد، من العناصر الإنتاجية التي تستحق الأجر كعائد، ألف عنصر العمل، ب عنصر الأرض في حالة إيجارها، ج رأس المال النقدي، د ألف زائد باء. د ألف زائد باء. الإجابة الصحيحة هي بالفعل هي د ألف زائد باء. سؤال آخر شباب، سؤال آخر، صح أم خطأ؟ صح أم خطأ؟ المنظم صاحب رأس المال له الحق في الاشتراط في نوع النشاط الذي يمارسه والتدخل الكامل في إدارة المشروع. العبارة خطأ. العبارة خطأ. سؤال آخر، صح أم خطأ؟ المنظم العامل هو الذي يخاطر في عمله فيتولى إدارة المشروع ودون أن يكون له أجر محدد مسبقا. العبارة صحيحة. العبارة صحيحة. سؤال آخر يا شباب، من أدوات إعادة التوزيع في الاقتصاد الإسلامي، ألف الزكاة، ب الميراث، ج الصدقات والكفارات، د جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة هي د جميع ما ذكر. سؤال آخر، تتصف الزكاة بالشمول من ناحية الأفراد المكلفين، فهي تشمل كل من يملك نصاب حتى غير المكلفون، ومن وجه آخر فإنها تشمل الأموال النامية بأنواعها المختلفة ولا يستثنى منها مالا أيا كان. العبارة على الرغم أنها عبارة طويلة لكنها عبارة صحيحة. عبارة صحيحة. سؤال آخر شباب، كل مما يلي من صفات أو مميزات الزكاة ما عدا. كل مما يلي من صفات أو مميزات الزكاة ما عدا، ألف الشمول، به المرونة، ج المحلية، د تغيير معدلاتها. الإجابة الصحيحة هي الإجابة الصحيحة هي رقم د تغيير معدلاته. سؤال آخر شباب، تتصف الزكاة عن الضرائب ب. تتصف الزكاة عن الضرائب ب. ألف باستمرارها وضمانها، ب بقاءها وثباتها، ج غير قابلة للإلغاء، د جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة هي د جميع ما ذكر. سؤال آخر، من شروط تحقيق الزكاة لأهدافها،
من شروط تحقيق الزكاة لأهدافها: ألف التزام الأفراد الفقراء بأدائها، ب صرفها في وجوهها المحددة، ج التزام الأفراد الأغنياء بأدائها، د ب زائد ج. الإجابة الصحيحة هي د ب زائد ج. صح أم خطأ يا شباب؟ يعد نظام الإرث حافزا على الاستثمار طويل الأجل، فيسمح باستمرار عملية الإنتاج في تطور دائم. يعد نظام الإرث حافزا على الاستثمار طويل الأجل، فيسمح باستمرار عملية الإنتاج في تطور دائم. العبارة صحيحة. صح أم خطأ؟ الإنفاق التطوعي اللي هي الصدقات والكفارات من الأمور الهامة التي تؤدي إلى زيادة التفاوت في توزيع الدخول والثروات بين الأفراد في المجتمع. العبارة خطأ. سؤال آخر شباب. صح أم خطأ؟ نجح أسلوب المقايضة كأسلوب لتبادل السلع لفترة طويلة من الزمن. العبارة خطأ. سؤال آخر اختيار متعدد من الصعوبات لأسلوب المقايدة. ألف عدم قابلية بعض السلع للتجزئة، ب صعوبة نقلها وادخارها، ج صعوبة التوافق بين رغبات المتبادلين، د جميع ما ذكر. إجابة صحيحة هي د جميع ما ذكر. سؤال آخر. صح أم خطأ؟ النقود السلعية يمكن تعريفها بأنها سلعة تعرف الناس في مجتمع معين على اتخاذها كوسيلة للتبادل. العبارة صحيحة. سؤال آخر. حققت النقود السلعية الفوائد التالية. اختيار متعدد. حققت النقود السلعية الفوائد التالية: ألف استخدامها كوسيلة للتبادل للحصول على سلعة أخرى، ب استخدامها لإشباع الحاجات الإنسانية مباشرة، ج ألف زائد باء د لا شيء مما ذكر. الإجابة الصحيحة هي يا شباب ج ألف زائد باء هي الإجابة الصحيحة. سؤال آخر. اختيار متعدد. من عيوب السلع النقدية: ألف قابليتها للتلف، ب اختلاف جودة الصنف الواحد، ج انخفاض تكاليف حفظ البعض منها، د ألف زائد باء. فاشبه من عيوب السلع النقدية يبقى قابليتها للتلف، اختلاف جودة الصنف الواحد، انخفاض تكاليف حفظ البعض منها، د ألف زائد باء. الإجابة الصحيحة هي د ألف زائد باء. صح أم خطأ؟ تلافت النقود المعدنية عيوب النقود السلعية مما أدى إلى تفوقها وانتشار استخدامها. العبارة صحيحة. تلافت النقود المعدنية عيوب النقود السلعية مما أدى إلى تفوقها وانتشار استخدامها. سؤال آخر. اختيار متعدد. من أسباب استخدام النقود المصنوعة من الذهب والفضة لفترة طويلة. ألف عدم قابليتها للتلف، ب سهولة نقلها، ج سهولة تخزينها وإمكانية ادخارها، د جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة هي د جميع ما ذكر. صح أم خطأ؟ ظهرت النقود الورقية كبديل للنقود المعدنية. العبارة خطأ. من أسباب ظهور النقود الورقية. اختيار متعدد. من أسباب ظهور النقود الورقية: ألف انخفاض المبادلات، ب التطور الاقتصادي، ج ألف زائد باء د لا شيء مما ذكر. من أسباب ظهور النقود الورقية الإجابة الصحيحة هي ب التطور الاقتصادي. سؤال آخر. صح أم خطأ؟ النقود الورقية الإلزامية
ألزمت الحكومات الأفراد بقبولها بشرط أن يقابلها ضمان لتحويلها إلى نقود معدنية عند الطلب. العبارة خطأ. سؤال آخر شباب، صح أم خطأ؟ أصبحت النقود الورقية الإلزامية تستمد قوتها من إلزام القانون للجميع بها وليس من الغطاء المعدني. العبارة صحيحة. سؤال آخر، اختيار متعدد. نقود الودائع تمثل ألف ودائع الحسابات الجارية، ب بعض المعاملات المصرفية الأخرى، جيم ألف زائد باء دال لا شيء مما ذكر. الإجابة الصحيحة هي جيم ألف زائد باء. سؤال آخر صح أم خطأ؟ تعرف النقود الإلكترونية بأنها وسائل دفع إلكترونية يتم استخدامها من خلال نظام تقني متطور لسداد أثمان السلع والخدمات. العبارة صحيحة. سؤال آخر، اختيار متعدد. تحظى النقود الإلكترونية في العديد من المجتمعات التي تتمتع فيها الجهاز المصرفي بالتقدم التقني والمعلوماتي. ألف بقبول ضعيف، ب بقبول واسع، ج بقبول متوسط، د لا شيء مما ذكر. الإجابة الصحيحة هي ب بقبول واسع. سؤال آخر شباب، اختيار متعدد. كل مما يلي من مميزات النقود الإلكترونية ما عدا. ألف توفر الأمان لحاملها عند فقدها، ب عدم التلف مع مرور الوقت أو كثرة الاستخدام، ج توفير التكاليف بالنسبة للحكومات، د صعوبة التجزئة والحمل. الإجابة الصحيحة هي د صعوبة التجزئة والحمل. سؤال آخر، اختيار متعدد. للنقود وظائف رئيسية في النظام الاقتصادي منها ألف وسيط للتبادل أو المبادلة، ب مقياس للقيم أو الأسمان، ج أداة للإدخار، د جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة هي د جميع ما ذكر. سؤال آخر، صح أم خطأ. من آثار التعامل بالربا انخفاض مستوى التكلفة الإنتاجية مما يؤدي لانخفاض الأسعار. العبارة خطأ. سؤال آخر، كل مما يلي من الآثار السلبية بالتعامل بالربا ما عدا ألف الظلم وعدم تحقيق العدالة، ب عدم الاستقرار الاقتصادي، ج انخفاض البطالة، د إفلاس العديد من الشركات. الإجابة الصحيحة هي ج انخفاض البطالة. سؤال آخر شباب، كل مما يلي من الآثار السلبية للتعامل بالربا ما عدا ألف المديونية، ب وقوع البطالة، ج ارتفاع إنتاجية رأس المال، د عدم الاستقرار الاقتصادي. الإجابة الصحيحة هي ج ارتفاع إنتاجية رأس المال. سؤال آخر يا شباب، صح أم خطأ؟ الفائدة الربوية هي سبب أصيل من أسباب الاضطراب الاقتصادي، سواء أخذت بصورة أزمات دورية أم شكل تفاوت ظالم في توزيع الدخول. نقول العبارة تانية، صح أم خطأ؟ الفائدة الربوية هي سبب أصيل من أسباب الاضطراب الاقتصادي، سواء أخذت صورة أزمات دورية أم شكل تفاوت ظالم في توزيع الدخول. العبارة صحيحة. سؤال آخر، صح أم خطأ؟ تقلبات معدلات الفائدة الربوية تؤدي إلى إثارة القلق بالأسواق المالية وأسواق السلع وتشيع التوقعات السلبية وحالة عدم اليقين. العبارة صحيحة. صح أم خطأ؟ من مميزات الاقتصاد الإسلامي أن أساليب التمويل قائمة على المشاركة. صح أم خطأ؟ العبارة صحيحة. عبارة أخرى، التمويل الربوي يقلل من احتمال وقوع الأزمات الاقتصادية. العبارة خطأ. سؤال آخر، اختيار متعدد. التضخم عبارة عن ألف الانخفاض المستمر في الأسعار، ب الارتفاع المستمر في الأسعار، ج ثبوت مستمر في الأسعار، د لا شيء مما ذكر. الإجابة الصحيحة هي ب الارتفاع المستمر في الأسعار. سؤال آخر، اختيار متعدد. من أهم الوظائف والخدمات التي تقدمها المصارف التقليدية أو الربوية ما يلي. من أهم الوظائف والخدمات التي تقدمها المصارف التقليدية الربوية ما يلي
ألف تقديم التمويل، تقديم التمويل بفائدة ربوية مباشرة، ب تقديم الوظائف والخدمات الاجتماعية، ج تقديم الوظائف الاستثمارية والتمويلية والإنتاجية، د لا شيء مما ذكر. من أهم الوظائف والخدمات تقدمها المصارف التقليدية والربوية ما يلي. الإجابة الصحيحة هي رقم ألف تقديم التمويل بفائدة ربوية مباشرة. سؤال آخر اختيار متعدد. من أهم الوظائف والخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية، من أهم الوظائف والخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية ألف الوظائف المصرفية، ب الوظائف الاستثمارية والتمويلية، ج الوظائف والخدمات الاجتماعية، د جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة هي د جميع ما ذكر. سؤال آخر اختيار متعدد. كل مما يلي من الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف الإسلامية ما عدا، كل مما يلي من الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف الإسلامية ما عدا: ألف فتح الحسابات الجارية، ب تقديم القروض بفوائد بسيطة، ج بيع وشراء العملات، د ألف زائد ج، د ألف زائد ج. الإجابة الصحيحة هي تقديم القروض مش القروض، تقديم القروض بفوائد بسيطة. القروض دي في حديقة الحيوان، من القروض قروض تقديم القروض بفوائد بسيطة، دي الإجابة الصحيحة. سؤال آخر يا شباب، من الخدمات اختيار متعدد. من الخدمات التمويلية والاستثمارية التي تقدمها المصارف الإسلامية ألف المشاركة، ب المضاربة، ج المرابحة، د جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة هي د جميع ما ذكر. سؤال آخر من أبرز الخدمات الاجتماعية التي يمكن المصرف الإسلامي أن يقدمها، من أبرز الخدمات الاجتماعية التي يمكن المصرف الإسلامي أو المصارف الإسلامية أن تقدمها: ألف توزيع الزكاة، ب إقامة مشروعات اقتصادية ذات نفع اجتماعي، ج توفير أو تأمين الحاجات الأساسية كالسلع الضرورية للفقراء، د جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة هي د جميع ما ذكر. سؤال آخر اختيار متعدد. من خصائص المصارف الإسلامية، من خصائص المصارف الإسلامية الشمولية وسيرها وفق الشريعة الإسلامية، ب الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية، ج تقليل فرص العمل، د ألف زائد باء. الإجابة الصحيحة هي د ألف زائد باء. خصائص المصارف الإسلامية الشمولية وسيرها وفق الشريعة الإسلامية، ب الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية، ج تقليل فرص العمل، د ألف زائد باء. الإجابة الصحيحة هي د ألف زائد باء. سؤال آخر صح أم خطأ. من خصائص المصارف التقليدية الربوية تحقيق التكافل الاجتماعي. العبارة العبارة خطأ العبارة خطأ سؤال آخر صح أم خطأ. من خصائص المصارف الإسلامية تحقيق التكافل الاجتماعي. العبارة صحيحة. سؤال آخر. من أركان السياسة المالية، ألف الإيرادات العامة، ب النفقات العامة، ج ألف زائد باء، د لا شيء مما ذكر. الإجابة الصحيحة هي ج ألف زائد باء. سؤال آخر. من أقسام بيت مال المسلمين، ألف بيت مال الضرائب، ب بيت مال الزكاة، ج بيت مال الضوائع، د باء زائد ج. الإجابة الصحيحة هي د باء زائد ج، د باء زائد ج. سؤال آخر صح أم خطأ؟ لا يوجد فرق جوهري بين الفيء والغنيمة في النظام الإسلامي. العبارة خطأ. سؤال آخر شباب. كل مما يلي من أهداف النظام المالي في الدولة الإسلامية ما عدا، ألف حراسة الدين وحماية القيم، ب التفاوت في توزيع الدخول والثروات، ج حسن استغلال وتخصيص الموارد والطاقات، د حسن توزيع الثروات والدخول بين الأفراد. الإجابة الصحيحة هي
التفاوت في توزيع دخول الثروات اللي هي رقم باء، رقم باء هي الإجابة الصحيحة. سؤال آخر شباب، صح أم خطأ؟ النفقات غير المخصصة هي تلك النفقات التي لا يجوز للدولة أو لولي الأمر التصرف فيها إلا في حدود المصارف التي حددها الشارع مثل الزكاة والوقف. العبارة خطأ، العبارة خطأ. سؤال آخر صح أم خطأ؟ النفقات المخصصة هي تلك النفقات التي لم يحدد الشارع لمصادرها، التي لم يحدد الشارع مصادرها وليست لها مصارف محددة. العبارة خطأ، العبارة خطأ. سؤال آخر، اختيار متعدد من النفقات المخصصة ما يلي، أ الزكاة، ب توفير الأمن الداخلي والخارجي، ج الوقف، د أ زائد ج. العبارة الإجابة الصحيحة هي د أ زائد ج. سؤال آخر، اختيار متعدد من أمثلة النفقات الغير مخصصة في المجالات الاقتصادية، أ مراقبة الأسواق، ب إنشاء صناديق التنمية، ج إقامة مشروعات البنية الأساسية، د جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة هي د جميع ما ذكر. سؤال آخر شباب، من أوجه النفقات الغير مخصصة في المجالات الاجتماعية، أ توفير مستوى المعيش المناسب للفئات غير القادرة على العمل، ب توفير القروض بفوائد بسيطة، ج توفير الخدمات الصحية والتعليمية، د أ زائد ج. الإجابة الصحيحة هي د أ زائد ج. سؤال آخر شباب، من ضوابط النفقات العامة أ تحقيق العدل والرشد، ب تحقيق المصلحة، ج الرقابة، د جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة هي د جميع ما ذكر. سؤال آخر وهنختم به، يعني آخر سؤال معانا، من أهم الأهداف الأولية للنظام النقدي الإسلامي أ الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية، ب الإسهام في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ج تحقيق الاستقرار في قيمة الوحدة النقدية، د جميع ما ذكر. الإجابة الصحيحة هي د جميع ما ذكر. بكده يا شباب والأسئلة الكتيرة اللي قلناها ديت، يعني يا رب تكونوا استفدتوا ونكون غطينا أجزاء كبيرة من المقرر، ويا رب تكونوا اتدربتوا على الأسئلة وتعرفوا تحصلوا المادة العلمية بشكل جيد يؤهلكم إلى تحصيل المعدلات العالية. إن شاء الله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ليكم أولا وأخيرا، وباجتهادكم ثم باجتهادكم هتكون الأمور سهلة وتكونوا مبسوطين إن شاء الله عز وجل. اجتهدنا معاكم قدر المستطاع ابتغاء مرضات الله عز وجل، ويعني محاولة لأداء الأمانة اللي كلفنا بيها على نحو يعني يا رب يكون مرضي للجميع. ويعني في النهاية ممكن نقول توصيات سريعة، يعني أكيد أنت عارفين التوصيات ديت. أولا أن أنت تأخذ بالأسباب وتأخذي بالأسباب، تجتهدي، تذكري، تتوكلي على الله أولا وأخيرا، وتأخذي بالأسباب، تبذلي المجهود اللي تقدري عليه. مفيش داعي للقلق ولا التوتر، طالما انت بتجتهد يبقى اكيد ربنا هيكافئك مكافأة حلوة ان شاء الله بمعدل عالي وبتفوق. لما تروح الاختبار تبدأوا تقولوا بسم الله، وعينك ما تروحش على الاسئلة كلها، ابدأ يعني سؤال سؤال وجاوبه وتأكد منه، والسؤال اللي انت متأكد منه حط اجابته او جاوب عليه، واللي مش متأكد منه اعمل عنده علامة بحيث تبقى عارف ان السؤال ده انت لسه سايبه ما كملتوش عشان ما تنساهوش او ما تنسيهوش في الاختبار. وركز، اقرأ الاسئلة كويس، ما تسرعش في الاجابة. الاختبار يعني بيكون 40 سؤال، بتختار إجابة واحدة من بين أربع إجابات، أو إذا كانت صح أو خطأ بتقول العبارة صحيحة أو خطأ، يعني بيجي لك خمس أو يعني أربع أو خمس عبارات صح أو خطأ، والباقي بقى اختيار متعدد كله ما بين أربع إجابات، ألف ولا به ولا جيم ولا دال. الإجابة واحدة بتبقى هي اللي صحيحة، فلازم تركزوا وتختاروا. غالبا الاختبار مش هيبقى فيه قصة ألف زائد به أو به زائد جيم أو جميع ما ذكر أو لا شيء مما ذكر، الحاجات دي مش هتلاقوها في الاختبار، هتلاقوا أربع إجابات مختلفين، وبالتالي ده يمكن يكون ان شاء الله كويس ليكم في ان انت في اجابه واحده هي اللي صحيحه.
وبالتالي يعني ربنا يوفقكم إن شاء الله عز وجل وتحققوا اللي أنتم عايزينه. وده كان آخر لقاء لينا في لقاءات هذا المقرر اللي كان مقرر ممتع وشيق مفيد لينا ومفيد ليكم في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله عز وجل. نبتغي مرضات الله عز وجل والثواب من الله عز وجل طلبا للعلم في سبيل الله. يعني يا رب تكون المادة كانت فعلا مفيدة ليكم، وما يعني مفيش حاجة تانية أقولها غير أن أنا أتمنى لكم التوفيق. نتمنى نشوفكم أحسن ناس أو نسمع عنكم أنتم أحسن ناس، وتتفوقوا وتتقدموا وتحافظوا على نفسكم وعلى التقدم اللي بتحققوه، وتكونوا يعني إن شاء الله تحققوا الإنجازات اللي أنتم عايزينها، كل واحد في مجاله وكل واحد في ظروفه الاجتماعية وغيرها، يحقق تقدم وحاجات كويسة ليه في المستقبل إن شاء الله عز وجل. في النهاية لا يسعني إلا أنا بشكركم وأتمنى لكم جميعا التوفيق، والاجتهاد هو الأسباب اللي لازم تاخد بيها، الاجتهاد ثم الاجتهاد ثم الاجتهاد، وإن شاء الله ربنا يوفقكم. فكده خلاص يعني مفيش داعي للتشتيت، تسمعوا لقاءاتنا الحية كلها، تحلوا تكليفاتنا الذاتية، تسمعوا الأسئلة اللي كنا بنقولها في لقاءاتنا الحية والمراجعات. لو عملتوا اجتهدت وعملتوا ده كله يعني خلاص مفيش غير توفيق ربنا سبحانه وتعالى في الأول في الآخر. وفي النهاية إلى أن نلتقي في مقررات أخرى جديدة في مستويات متقدمة إن شاء الله عز وجل، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.